المبادره دي التارجت بتاعها او المستهدف ليها حوالي 500,000 طالب هنا في محافظه بني سويف من المرحله الابتدائيه، من الاولى الابتدائي للسته ابتدائي. احنا عندنا عاملين فرق المرور او فرق المسح، بتتكون عندنا 21 فريق في الحضر و40 فريق في الريف. احنا بدأنا في شهر 12 وان شاء الله مكملين لغاية اخر العام الدراسي، وحتى بعد العام الدراسي احنا مكملين في عيادات الإحالة. بقالنا كذا سنة بنشتغل في المبادرة والحمد لله محققين ارقامهم كويسة جدا جدا، واحنا فريق الاشراف بنعدي على الفرق ونطمن ان الفرق كاملة العدد وان الشغل مظبوط وان كل تعليمات الجودة ومكافحة العدوى متبعة مع الفرق. وطبعا عندنا 9 عيادات إحالة بنكمل السايكل عشان الطفل اللي طلع عنده مشكلة يكمل، وبعد عيادات الإحالة بيتعرض على الاستشاري. الحمد لله موفرين في كل العيادات بتاعتنا أطباء متخصصين ومدربين، وموفرين لجنة أمراض دم للحالات الإيجابية، وموفرين لجنة هرمون النمو للحالات الإيجابية، وإن شاء الله تبقى انطلاقة كويسة جدا جدا. وبنشكر فخامة الرئيس على اهتمامه بصحة المواطن المصري. استكمال أعمال المبادرة الرئاسية للكشف عن الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية لطلاب المرحلة الابتدائية، ده استكمال من خلال اللي تم في الترم الأولاني في شهر 12. الحقيقة إن بني سويف مستهدفة حوالي 500,000 طلاب في المرحلة الابتدائية ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، وما بين كمان المدارس الفصل الواحد وأيضا الأزهر الشريف. تقريبا السنة الرابعة لأعمال المبادرة. كل سنة بينطلق الفرق، أولا بتتم على عدة مراحل. الفرق بتنطلق للمدارس الفحص المبدئي. كل فريق بيتكون من 3 زي ما حضراتكم شايفين. فني معمل هو خاص بفحص الهيموجلوبين على الأجهزة اللي بيتم معايرتها باستمرار من خلال مهندس الأجهزة، ومتابعة يومية للقياسات اللي والقرايات اللي بتنتج من خلال الأجهزة لضمان دقة العملية الفحص.